كابتن هاني، ألف مبروك. عرض هايل الشوط الثاني وسيطرة ميدانية كاملة واستحواذ وكل حاجة اتعملت في الكورة. صح يا كابتن، مبروك طبعا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل شخص ينتمي للنادي الأهلي. شفنا طبعا استحواذ كامل على المباراة من أول دقيقة لحد نهاية المباراة. نادي الاتحاد أداء رجولي بصراحة وعندهم روح عالية، وطبعا ده اللي بيميز نادي الاتحاد وكابتن حسام حسن مع أي تيم بيمسكه. لكن طبعا النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي، هي دي لعيبه النادي الاهلي اللي كابتن الخطيب كان بيتكلم عليها واثنى عليهم في خلال الحفله اللي كانت معموله في النادي، وقال فعلا ان اللعيبه دي خامه طيبه جدا وخامه محترمه جدا وتليق فعلا بالنادي الاهلي، وده اللي بيثبته اللعيبه النهارده في المباراه.